أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. بعثة منتخب مصر وصلت امبارح لكوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا اللي هتنطلق يوم 13 يناير الجاري. بعثة الفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا سافرت على متن طائرة خاصة بعد ما خاض الفريق تدريبه الأخير صباح أمس باستاد مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية. نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الصورة الرسمية للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار. الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي أعلن قائمة الفراعنة لمعسكر المنتخب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحينتظم المنتخب الأولمبي في معسكره اعتبارا من يوم الخميس المقبل وحتى يوم 15 يناير الجاري للمشاركة في الدورة الدولية الودية في دبي. وضم ميكالي 23 لاعب من بينهم عمر خضر لاعب نادي زاد والموقع على عقود احتراف لصالح نادي أستون فيلا الإنجليزي. فريق المصري البورسعيدي فاز على فريق المقاولون العرب بهدف سجله عمرو موسى في الدقيقة 14 من عمر المباراة اللي جمعتهم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الرابطة. نادي طلائع الجيش فاز على نادي زد بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم. حقق فريق الإسماعيلي فوز كبير على فريق منية سمنود بنتيجة 4-1 في المباراة الودية اللي لعبها الفريقين استعداداً لمواجهة سيراميكا في كأس رابطة الأندية المحترفة. البطلة جنى حسام لاعبة وادي دجلة دخلت ضمن تصنيف أفضل 100 ناشئة للتنس في العالم وبتحتل المركز الـ 94 عالمياً وفقاً للتصنيف الصادر من الاتحاد الدولي للتنس، وبكده جنى أصبحت أول مصرية تنضم للقائمة خلال العشر سنين اللي فاتت. منتخب رواندا وصل لمقر إقامته بالقاهرة للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها 26 للرجال لكرة اليد اللي بتستضيفها مصر خلال الفترة من 17 ل 27 يناير 2024 والمؤهلة لأولمبياد باريس. منتخب الجزائر فاز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب كيجي بالعاصمة التوجولية لومي في ختام استعدادات الخضر لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023. نادي توتنهام أعلن عن ضم النجم الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيغ على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء في الصيف. ونادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح أعلن غياب ألكساندر أرنولد عن الملاعب لأسابيع بسبب إصابة في الركبة. أكد النادي أن أرنولد اتعرض للإصابة خلال المباراة اللي انتهت بالفوز على أرسنال 2-0 في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي. نجم ألفارو موراتا مهاجم فريق أتلتيكو مدريد توج بجائزة أفضل لاعب في الجولة 19 من منافسات الدوري الإسباني للموسم الحالي. كده خلصت نشرتنا الرياضية، ونعود لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر مع مصطفى ومنى. شكرا لك يا هلا.